تتحول الكرة، يوسف شاه يلعبها مع من؟ عمر ياسين. يا سلام على المرور يا عمر ياسين، يمر بالمهارة عمر ياسين. جوان كريستيان يطلب الكرة، يتوصل بها جوان كريستيان في الجهة اليمنى على شكل ركنية أم ماذا؟ يلعب الكرة مع عمر ياسين، خطيرة المحاولة، عمر ياسين يرفع كرة، جيلمار دا سيلفا، جيلمار، تسديدة من جيلمار لا تزال خطيرة، عمر ياسين والهدف الثالث، الهدف الثالث لنادي الحمرية عن طريق عمر ياسين. صراحة أداء حارس المرمى محمد وليد حامي علي. عمر ياسين، عمر ياسين، جيلمار دا سيلفا، جيلمار، خطيرة خطيرة خطيرة، هدف الاثنين. صحيح المباراة لم تنتهي بعد، لكن بإمكانه العودة لسكة الانتصارات. محمد احمد، ماذا يرفع؟ فينيسيوس لوبيز، لوبيز لوبيز لوبيز، رؤية التدارك، هذا التأخر في الجولة الأولى أو لحدود اللحظات بهدفين دون رد. فينيسيوس لوبيز، فينيسيوس لوبيز في هذه المحاولة للاعبي نادي الأهلي مهددا بالسقوط للدرجة الموالية، ذلك فيبحث اليوم على الانتصار الذي يحققه لحد الآن. هنا الكرة، جوان كريستيان من الجهة اليوم مع غالف إف سي بهدفين في كل شبكة. نتابع هذه المحاولة لنادي الحمرية، لاعبي نادي الحمرية، جوان كريستيان، جوان كريستيان، ياسر، عمر ياسين، عفوا عمر ياسين، جوان كريستيان الثامنة. إذا كان هوغو ألكسندر المكسيكي هو هداف نادي الجزيرة الحمراء بعشرة أهداف، فإن فينيسيوس لوبيز عبيد ريهان حامي عرين أو حارس مرمى نادي الجزيرة الحمراء. يا سلام على المرور، نقطة تلعب الكرة خطيرة الآن لنادي العربي، عمر ياسين يلعب كرة خطيرة، عمر ياسين ينزل من الجهة اليسرى ويضع كرة على قدم أو على طبق من ذهب لجيلمار دا سيلفا البرازيلي، يفتتح حصة التسجيل لنادي الحمرية مع سلطان. أو تلعب الكرة تفتك، يا سلام يا عمر، يا ياسين، يا سلام على المهارة، يلعب الكرة مع قناة نادي الحمرية في اليوتيوب. دقيقة سنتابع، يا سلام يا عمر يا ياسين، هذا اللاعب ما شاء الله لاعب مع عمر ياسين، عبد الرحمن محمد، عمر ياسين يمر، اوبا عمر ياسين يمر، لكن الحكم ماذا يقول؟ نعم، يعود للمخالفه. ودب الحصن الرتبه الثانيه، خطيره عمر ياسين في هجمه مرتده لمن؟ جوان كريستيان، فينيسيوس لوبيز، جيلمار، 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 هزيمه مفاجئه هنا بميدانه امام الجزيره الحمراء بهدفين لواحد. جيلمار، 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 لا يهم القروش الذين يكشرون عن أنيابهم في هذه المباراة والحصيلة، جيلمار، 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 أو تمر على اللاعب جيلمار دا سيلفا، كرة إلى لاعب نادي الحمرية، سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يلعبها مع عمر ياسين في الجهة اليسرى، عمر ياسين يمر، عمر ياسين خارج الديار، هيأت خطيرة للمحاولة وتدخل ياسين، عمر ياسين يتدخل
يلعبها لجيرمار دا سيلفا واستقبل 58 هدف بدون احتساب رباعية اللحظة أو مباراة خطيرة. هذه المحاولة خطيرة. جوان كريستيان بالي 22 هدف المتصدر بثلاثين ومبتعدا بهدف واحد عن مواطن هداف مرياس. كانت بأقدام برازيلية فينيسيوس لوبيز في مناسبتين جيرمار دا سيلفا وجوان كريستيان. تصل الكرة أحمد وليد يرفعها للدوري بجولة. البطايح حقت صعود عن طريق اللاعب جوان. كرة ملعوبة من جديد في الجهة اليسرى. مرات الثاني تحصن والثالث كان البطايح. 2020 واحد ويعني للأمانة الحمرية أفضل. عمر الكرة مع محاولة الآن اللي يحاول فريق الحمرية ويتقدم الحمرية. يا ما الحمرية يفاجئ البطايح ويسجل في مرمى هدفين. وشوف عمر لكن عمر وأيوب عمر يخلصها من عمر ياسين. لكن أيوب عمر هو اللي جانب دفاع فريق الحمري. محاولة الخروج لكن بعد يأتي الصاعد إلى دوري المحترفين. كرة ملعوبة.